سالم الحيان خبره بالقصص والاشعار. نبي قصه يا حسين انا عيني سهيره ما تذوق المنام. يا حسين انا عيني سهيره ما تذوق المنام. يا من يلوم العين باحباب لها غايبين. هذا طال عمرك مطلق النهار رحمه الله عليه. الله يرحمه. هذا مطلق النهار والطيري من حضر الجهره. ايه. وهذا قالها الله يغفر له. قالها يستندها على حسين الجنوبي رفيجه ابو علي ولد الدكتور اللي ترشح مجلس الامه بالجهره. وذاك الوقت العالم تروح مكشات بعطلة 15 الله يا يروح من شمال يا جنوب. ايه. وهو طالع ولا راح اهل الحبيب رايحين مكاشي. ايه. ماكو ذاك الوقت موبايلات. لا طبعا. ماكو موبايل. ايه. وراح يدور هو يا رفيجه ابو علي راحوا شمال يدورون يدورون الجنوب مالكو. عاد يقول يا حسين انا عيني سيره ما تذوق المنام. يا من يلوم العين باحباب لها غايبين. امشي وادور خيمته يا حسين بين الخيام ما ادري جنوب صبح فيه ولا ما حش بالشهيد. وبعدين يستند يقول ايام راحت كنا عشنا لا لقاهم ولا جاء له خبر فيهم. عاد منو اللي يسال جار بيجو قال يبغى موجودين ولق لا شمال ولا جنوب. ذاك الوقت اصطلبيك لا تكون اماكن وهم بصلبية مكاشفين يعني مشاهدة مكرية. هذه أيام السبعينات ضربت بالآخر السبعينات. هذه يقول سق الله من سقاني وأنا عطشان. لا الغير هذه على هذه اللي ضربت بالكويت قبل. إيه هاي ضربت سق الله من سقاني وأنا عطشان. لا هذه ضربت وغناها الله يرحم المرحوم عمر الراجحي. إيه. وغناها ناس واجد. إيه. يا حسين أنا عيني سهيرة ما تذوق المنام. إيه. يا يلوم العين بأحباب الله غايبين امشي وادور خيمته يا حسين. حتى ستيري رحمه الله عليه له شاعر وهو جاي كان جاي الكويت سمعها بالطياره ويوم جاء بالجهره يعرفونه على يعرفون قالوا هذا الشاعر مطرق النهار اللي قال اغنيه حسين. قال نعلم الشيطان احنا قلنا قصايد الدنيا ماشي. هذه الاغنيه ضربت ضربت بالعالم كله كل مكان تروح شمال جنوب. بس هو شاعر ها؟ هو شاعر ولا مو شاعر؟ مطلع والله طال عمرك. لا والله شاعر ويكتب قصيد ومعروف وحبيب رحمة الله عليه. هذا معروف أبو علي رحمة الله. الله يعطيك العافية. ويسندها على أبو علي. ما قصرت. الله يطول عمرك. وفيت وكفيت المعلومات الطيبة هذه. الله يسلمك.